هل صلاة القيام في ليلة 20 أم 21 وما الدليل على ذلك؟ صلاة القيام من أول رمضان، من أول رمضان هذه التراويح هي قيام، لكن سموها تراويح سموها قيام فقط لي لأن هذه تزيد أكثر بالصلاة، تطولون أكثر في الصلاة فقط، وإلا كله قيام ليل. وقيام الليل ليس خاصا برمضان، قيام الليل في السنة كلها، وإن في رمضان يصلون جماعة في المسجد فقط، وإلا قيام الليل في السنة كلها. وصلاة الليل في البيت أفضل، ولكن القصد أن الإنسان إذا صلى يعني القيام يعني في العشر الأواخر في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويقضي يعني يزيد أكثر في الصلاة، فهذا المقصود. لكن فالإنسان يعني سواء صلى أول ليل أو آخر، آخر الليل أفضل من أول الليل، حتى لو من أول رمضان صلى الناس في آخر الليل أفضل يعني من أول الليل. والله المستعان.